أقول لا، الحديث هو نص في أن تكون من شوال، لكن إذا لم يقدر على ذلك لعذر قام به لمرض أو غير ذلك وأراد أن يصومها بعد شوال فليصومها، فلعل الله عز وجل أن يكتب له الأجر. وهناك من علماء المالكية من يرى مثل ابن العربي أن التقييد بشوال ليس هو قيدا، وإنما يعني أن الإنسان الغرض هو أن يصوم ستا بعد رمضان، فمن لم يصومها في رمضان في شوال وصامها في غيره فإنها تكفيه. لكن أقول الأصل أن لابد أن يحرص على ما جاء في لفظ الحديث أن تكون من شوال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من فاتته في شوال وكان عنده عذر فله أن يصومها مع ذلك، فالله عز وجل يكتب له الأجر إن شاء الله.